بعد جموده لفترة يعود ملف افتتاح معبر أبو الزندين بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة عصابات الأسد إلى الواجهة من جديد بين مؤيد ومعارض لافتتاحه. ترافق ذلك مع غضب شعبي تمثل باعتصام الأهالي في مدينة الباب احتجاجا على هذه الخطوة التي اتخذتها تركيا ضاربة عرض الحائط كل المظاهرات والاحتجاجات الرافضة لافتتاح المعبر. خطوة يقول البعض إنه لا ضير فيها إذا كانت تعود بالنفع على المحرر، بينما اعتبرها البعض الآخر خيانة لدماء الشهداء وتضحيات الثورة وبداية لتطبيع صريح مع من هجر وقتل وشرد الشعب السوري. وأي نفع هذا الذي سيعود على المحرر في وقت يعاني فيه الأسد من أزمات معيشية وتدهور اقتصادي؟ ألم يكن الأولى أن تتم مفاوضة النظام على قضايا ومطالب تهم الثائرين مقابل افتتاح المعبر؟ وهل ضل الكبتاغون طريقه حتى يجده في أبو الزندين؟ يتساءل البعض. ألم تتعلم تركيا من التجربة الأردنية التي ما تزال تعاني منها إلى اليوم حين قررت إعادة علاقاتها مع الأسد؟ لم يمض يوم واحد على افتتاح المعبر حتى بدأت عصابات الأسد قصفها لمحيطه، قصف يحمل رسائل كثيرة، ولكن ما مفادها؟ وفي زحمة المتغيرات الحالية التي يعيشها الاحتلالين الروسي والإيراني ومعهم نظام الأسد من تشتت وضياع، يبقى السؤال: هل الوقت ملائم لإنقاذ عدونا بمد شريان الحياة له من جديد؟ كل هذه التساؤلات وغيرها أطرحها على ضيوفي لهذه الحلقة من إدلب، الناشط السياسي الأستاذ محمود الحمصي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمود. أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله. ومن مدينة إعزاز المدون والناشط السياسي الأستاذ معتز ناصر، حياك الله أستاذ معتز. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم، حياكم الله. أبدأ معك سيد محمود، كيف تفسر تعليق إعادة فتح المعبر في المرة السابقة، ولماذا تمت إعادة افتتاحه من جديد؟ بداية، هو الموضوع السوري والشأن السوري صار شائك ومعقد أكثر بكثير من قضية أنه نظام ومعارضة، فتحول لموضوع تقريبا دولي بشكل كبير، والضامنين والمناكفات السياسية بين الضامنين. فقضية فتح المعبر أو إغلاق المعبر، القضية أنه هي كمان معلقة بجمهور الثورة. جمهور الثورة رافض تماما لهذه الخطوات، رفض هذه الخطوات قضية فتح المعابر مع النظام. ما بيكون إنه القضية لأنه ممكن إنه كشأن اقتصادي أو معبر إنساني أو كذا. جمهور الثورة بيكون في عنده حالة تخوف من خطوات تانية تعقب مثل ما تقول فتح المعبر، إنه يكون مثلا في خطوات تانية مستقبلية، إعادة مثل ما تقول حالة من الهدوء والركون السياسي بين مثلا كل الأطراف الموجودة على الملف السوري. القضية وين هي حالة التذمر عند الجمهور الثورة إجمالا، من ناتج عن انغلاق الملف السياسي السوري أولا وأخيرا. يعني أنت إذا بتلاحظ بالسنوات الأخيرة صار في انغلاق تام للملف السياسي السوري، وكأن الوضع خلاص انتهى على هيك. إهمال تقصد أستاذ محمود؟ نعم، يمكن اعتباره إهمال للملف السياسي السوري؟ إهمال بشكل كبير أول شيء، وثاني شيء أنه مثلا طموحات الشعب السوري كان أنه إقامة دولة الحرية والعدالة ودولة الكرامة وتحفظ كرامة المواطن. تقريبا أنه تبدد هذا الحلم، وصار أنه القضية تحولت لأنه قضية فتح معبر أو إغلاق معبر أو أمور ثانية. وين الهدف الرئيسي اللي طلع فيه جمهور الثورة؟ هون بقى جمهور الثورة صار في عنده هاي حالة التذمر، حالة هذا الانغلاق للملف السياسي السوري إجمالا، حالة الجمود أو توقيف الجبهات العسكرية من قبل الضامنين، من قبل كثير عوامل تانية، أدت إلى حالة غليان بالشارع السوري إجمالا. وطبعا نحن بالمرحلة الأخيرة أكيد يعني كنا متابعين قضية التطبيع ما بين تركيا والنظام، واللي أنه كان في تخوف عن جمهور الثورة أنه هذا القطار، قطار التطبيع، أنه يكون على جثة الثورة السورية. نعم، كان في حالة مثل ما تقول هي غليان. إجا فتح المعبر بهذا التوقيت، فتح المعبر بهذا التوقيت زاد مثل ما تقول من حدة التوتر عند الشارع أو عند جمهور الثورة.
ممكن أنه فتح المعبر يكون مفيد اقتصاديا للطرفين على فكرة، يعني ممكن يكون في له عوائد كبيرة في له كذا، بس المشكلة ما في ثقة عن جمهور الثورة مين اللي راح يكون عند بإدارة المعبر، يعني أنه فرض أنه في عوائد اقتصادية عوائد مادية عوائد كذا، طيب هاي العوائد لمين تروح؟ نعم. الحكومة مثلا مؤقتة هل هي قادرة على إدارة المعبر بشكل جيد؟ في تخوف كبير من أمور تانية، أنت في عندك مثلا الكل صار يعرف أنه للأسف أنه النظام هو المنتج الأكبر لمواد كثير مخدرة وغيره ومثل كبتاجون أو غيره، وعجزت دول كبيرة أو دول قائمة على أنه مثل ما تقول مواجهة هذا الأمر. فممكن أنه مثلا الحكومة المؤقتة أو أنه مثلا المجلس محل الباب يكون عنده هاي القدرة على أنه مواجهة هيك، فهذا التخوف أنا بعتبره مشروع عند جمهور الثورة. نعم. سأعود إلى موضوع بحث ملف المعبر بشكل تفصيلي، ولكن قبل ذلك أنتقل إلى أستاذ معتز. لماذا تم استهداف المعبر بعد يوم واحد فقط من إعادة افتتاحه؟ من قبل من قصف، وما هي الرسائل المراد إيصالها؟ بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كما ترك فتح المعبر عندنا حالة من الانقسام والتشرذم والأخذ والرد، أيضا ترك فتح المعبر عند معسكر النظام نفس الأمر تماما، لأن مصالح الدول تختلف وتتضارب بموضوع المعبر. روسيا ترى أن المعبر من مصلحته ومن مصلحة النظام، تركيا ترى أن المعبر من مصلحته ومن مصلحة المعارضة. تركيا وروسيا يريان سويا أن المعبر يعزز رؤيتهما المشتركة للحل السياسي في سوريا، لكن من هو الخاسر الأكبر في موضوع فتح المعبر ومن هو المنتعل من موضوع فتح المعبر؟ لدينا طرف إقليمي وطرف محلي. الطرف الإقليمي هو إيران، الطرف المحلي هو قسد. إيران منتعض لماذا؟ لأن عودة البضائع التركية إلى أسواق النظام السوري وإلى الأردن وإلى الخليج العربي هذا سيكون على حساب البضائع الإيرانية والتجارة الإيرانية، هذا من جهة. من جهة ثانية لا ترغب إيران بحصول أي تقارب سياسي ما بين تركيا وما بين النظام السوري. من جهة ثالثة جميع المعابر والمنافذ الحدودية هي بيد الفرقة الرابعة التابعة مباشرة لإيران، إلا معبر أبو زندين سيكون تحت الرقابة والإشراف الروسي. هذا الأمر سيكون زيادة من رصيد روسيا وخصما من رصيد إيران. بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية فكانت تستفيد بأنها منطقة عبور للشاحنات التجارية وللبضائع التجارية ومنطقة عبور إنساني، هذا الأمر يعطيها أهمية سياسية واقتصادية هي بحاجتها حقا. فوجود معبر أبو زندين بشكل مباشر ما بين مناطق الجيش الوطني وما بين مناطق النظام السوري سينقص من أهمية قوات سوريا الديمقراطية، وربما يكون منذرا لها بعملية عسكرية قريبة ضدها، وربما يكون منذرا بتحالف جديد يجمع ما بين تركيا وما بين روسيا وما بين النظام السوري ضده. إذن لدينا عدة مستفيدين ذكرناهم، هم النظام السوري، المعارضة إلى حد ما، تركيا وروسيا إلى حد كبير، ولدينا خاسرون دعنا نقول، وهم خاسر إقليمي وهو إيران خاسر وبشدة، وخاسر محلي هو قسد أيضا خاسر وبشدة. نعم، بالعودة إليك أستاذ محمود، ذكرت في مطلع حديثك أن الشارع الثوري أو جمهور الثورة دعني أسميه متخوف من ماذا بعد فتح المعبر، أو ما هي الإجراءات التي ستتم بعد فتح المعبر من وجهة نظرك وفق تحليلك؟ ماذا بعد فتح المعبر الآن؟ هل هناك خطوات ربما وإجراءات ربما نشهدها في الوقت القريب؟ هلا التخوف أنا قلت لك هو التخوف مشروع عند جمهور الثورة، لأنه قضية إنه التقارب ما بين تركيا والنظام صار هذا واضح للجميع يعني، وطبعا الأتراك هن حرين وهذا شأنهم يعني، بالآخر هن لهم مصالحهم لهم كذا. جمهور الثورة ما ممكن إنك تقنعه إنه والله قضية إنه نحن فتح معبر وانتهى الأمر على هيك، لا أكيد لا. فهن خايفين من خطوات بعد هذا الفتح، ممكن انه خطوات تانية زيارة وفود مثلا او تبادل اي شيء مثلا ما بين مناطق النظام ومناطق المعارضة بيأثر. انت شفت قبل فترة اذا تذكر فترة قريبة يعني ما فترة بعيدة كثير، انه كان في وفد روسي كان عم يحاول يدخل من المعبر، واللي وقف بوجه دخول هذا الوفد الروسي جمهور الثورة، وبحالة شعبية بحتة ما كان الا مثلا اي جهه رسميه انه تتبنى. الشارع كان رافض تماما لانه وجود اي مثلا داعم للنظام او اي شيء من اطراف النظام او حلفاء النظام انه والله يتواجدوا بمناطق المعارضه. كانت في مثل ما تقول عده رسائل تتوجه لجمهور الثوره انه
ينتهي الملف السوري عند هذا الحد، يعني ينتهي انه انت مثلا تطلعاتك لاقامه مثلا دوله العداله، تطلعاتك لانك انت مثلا بيوم من الايام انك ترجع لدمشق، ترجع لكذا، وتخلص من النظام الموجود اللي جاسم على صدور الشعب السوري. فالخطوات التاليه انه مثلا تنتهي مثلا، او خطوات الثوره السوريه تنتهي عند هذا الحد، هذا اكبر تخوف عند جمهور الثوره. وجمهور ما ممكن انه الشعب السوري اللي ما رضى بانصاف الحلول يرضى باي حل مستقبلي على حساب مثلا كرامه الثوار او على حساب دم الشهداء. هذا الامر مرفوض تماما. الخطوات المستقبليه مع بتكون اكثر من قضيه معارضه ونظام، هي خطوات مثلا الشأن الروسي، حسابات دولية الإيراني ربما. التركي، نعم، ربما حسابات دولية، حسابات دولية. ما ممكن أنك تقرأ أصلا الملف السوري بشكل جيد وتبني عنه رؤية مستقبلية صحيحة بدون دراسة الواقع الدولي بشكل كامل. تركيا إلى مصالحها، روسيا إلى مصالحها، إيران أصلا حتى متخوفة من هذا التقارب كمان إلى متماتون مصالحها، وحتى في يعني تعارض كبير بين المصالح الروسية والتركية اللي هن حلفاء النظام. فهذا الوضع الشائك المعقد بشكل كبير عم يساوي حالة تخوف كبيرة بالشارع السوري، وبنفس الوقت عم يساوي حالة تذمر من هاي الخطوات اللي مجهولة المستقبل بشكل كامل. يعني شو انه ممكن المستقبل يخفينا؟ اكيد في قناعة عن جمهور الثورة انه القضية ما راح تنتهي عند فتح معبر، ممكن في خطوات تانية، وهي الخطوات ما رح تكون تصب بصالح المعارضة السورية نهائيا. نعم، سأعود إلى حالة التناقض أستاذ محمود التي يعيشها الشارع الثوري الآن، دعني أسميه بمصطلح أشمل. لكن قبل ذلك أستاذ معتز، ألا أو أليس من الأولى أن تتم فوضى النظام على فتح المعبر مقابل قضايا ذات صلة بالثورة على أقل تقدير، كالإفراج عن المعتقلين وما إلى ذلك من قضايا تخص الثورة؟ أستاذي، المشكلة الجذرية التي نعيشها ليست هي قضية نفتح المعبر أم نغلقه، المشكلة الجذرية التي نعيشها أنه ليس هناك ممثل حقيقي للثورة السورية يجمع شتاتها ويفاوض عنا ويعني يوزع القوى الثورية بما يتناسب مع كل ثغر. غياب المرجعية وغياب التمثيل السياسي وغياب الرأس الواحد سيولد لدينا كل هذه المشاكل، بينما بالمقابل لو كانت لدينا مرجعية وكان لدينا رأس واحد وكان لدينا إدارة وطنية يعني تنبثق من الداخل وتأخذ يعني بوصلتها من الداخل، لربما كان فتح المعبر فيه خير كبير. وأنا أرى أن فتح المعبر فيه خير كبير، لكن للأسف المشكلة ليست بفتح المعبر أو إغلاقه بقدر ما هي مشكلة من الذي سيدير المعبر ومن الجهة المستفيدة من فتح المعبر. للأسف الحكومة السورية المؤقتة وما يتبع لها أو ما يفترض أنه يتبع لها من جيش وطني ومن مجالس محلية أو كذا هي واجهات لتمرير القرار التركي. فتح المعبر اليوم هو ليس قرارا محليا وليس قرارا وطنيا. تركيا نعم بحث. قد يكون هناك استفادة من فتح المعبر على الجهات المحلية، كمثلا أن نخلص من موضوع التهريب وما يرافقه من مشاكل، لكن علينا أن نعي تماما أن فتح المعبر هو قرار تركي روسي بامتياز، وأن الواجهات السورية التي صدرت لهذا القرار هي واجهات فقط لا تستطيع أن تفعل أي شيء، ولا تملك الحكومة السورية المؤقتة ولا الجيش الوطني ولا المجالس المحلية، لا تملك أي كفاءة ولا تملك أي قوة حتى تفاوض النظام على قضايا مصيرية مقابل فتح المعبر، مثل موضوع فتح المياه إلى مدينة الباب ومثل موضوع المعتقلين، فضلا على أن تستطيع ضبط المعبر وتستغله كأفضل ما يمكن من ناحيته وأقل ما يمكن من ناحية النظام. النظام لديه القدرة الأكبر، لديه البنية التنظيمية الأقوى، لديه الأدوات الأقوى، ولديه القرار أو لديه هامش قرار أكبر بكثير من الهامش الذي تملكه المعارضة السورية. نعم، بالعودة إليك أستاذ محمود، الشارع الثوري الآن يدين ويستنكر كل محاولات التطبيع مع النظام من قبل أي دولة كانت. الآن مع حالة الصمت الغريبة من قبل، دعني أسميها أن أخذها على وجه الخصوص، الفصائل العسكرية في الشمال أو في شمال حلب، ألا يشكل ذلك تناقض وتشجيع على التطبيع مع الأسد من قبل أطراف أخرى؟ هي هلا اول شيء نحن كلمه التطبيع، ايام التطبيع اخي الكريم ما بيكون بمثله مثل معاهده المباشره، او ممكن التطبيع ايام بيكون بياخذ سنوات، بياخذ اشهر، بياخذ مرحله زمنيه. نعم، وبيكون في له خارطه الطريق وبيكون في له خطوات.
فالجمهور الثورة معتبر أنه قضية فتح المعبر بشكل علني. ليه هو إذا بدنا نحكي هنا بشيء من الواقعية والمنطقية والعقلانية، المعبر هو مسكر بس مو مسكر بنفس الوقت. يعني أنت شو بتفسر أنه وجود مثلا هلأ إذا بتروح على أغلب مناطق المعارضة بضائع النظام موجودة، وقضايا يعني قضايا ثانية موجودة أكثر بكثير، يعني غير قضايا التهريب أو ما التهريب. فأنه قضية فتح المعبر أو عدم فتح المعبر ما هو بالأساس كان يعني ما أنه مغلق تماما، بس بنفس الوقت انتقل من السرية للعلنية. السرية للعلنية نعم. القضية الأساسية وين؟ نحن أنه وقت تحكي مثلا أجسام المعارضة، أنا لحد الآن ما شفت أي تعليق مثلا من الائتلاف، أي تعليق من الحكومة المؤقتة، أي تعليق مثلا من المجلس المحلي، من هيئة التفاوض، بالفصائل. مع مين بدك تحكي بالضبط هنيك ما بتعرف. مين اللي هو اللي مثلا بده يكون بإدارة المعبر لحد الآن ما بتعرف. الفصائل العسكرية الموجودة هنيك يعني ممكن أنك تطلب منها أمر أكبر من أو القرار مو بإيدها يعني بالأخير، يعني الكل بيعرف أنه القرار مو بإيدها. نحن أكثر شيء عم نعاني منه أصلا بالثورة السورية من بداية الثورة لحد الآن حالة التشرذم، حالة أنه ما في قرار موحد، ما في خطاب إعلامي موحد، ما في. هذا التشرذم عم بيؤدي لهي الحالة. أنت وقت تحكي الفصائل إيه؟ كل فصيل عنده مكتب اقتصادي، مكتب سياسي، مكتب أكيد هاي الحالة حتولد أمور تانية أكبر بكثير. وما ممكن أنه نحن إذا بدنا نطلب من الفصائل أي أمر وهي ما بتملكه أصلا القرار، هي أحيانا ما بيكون بإيدها نهائيا. وأنا ما بدي هون بقضية أنه والله أني حملهم أكبر من طاقتهم أو كذا، بس أنه نحن صرنا بمرحلة مفصلية بحياة الثورة السورية. هاي المرحلة يعني بتستوجب علينا نحن الكل أنه نتناسى كل خلافاتنا، نتناسى كل أوجاعنا، نتناسى كل شيء، وأنه نخرج بقرار موحد، نخرج بأنه أقل ما يمكن بجسم موحد يحسن يناكف عنا سياسيا، نرجع نحسن نمتلك الشوكة السياسية اللي فقدناها، نمتلك الشوكة العسكرية اللي صارت مرهونة ل كتير جهات. فهي الحالة إذا مثل ما تقول هي المصيبة الكبيرة اللي نحن واقعين فيها ما استوجبت، أو الأزمة الكبيرة إنه استوجبت إنه نتوحد. فإمتى بالكم ممكن نتوحد؟ قضية إنه المفروض إنه نحن هلأ نوقف ونتجاوز كل الماضي اللي وصلنا لهي المرحلة لحتى نوصل لمرحلة جديدة تعبر عن طموحات الشعب وتحسن يعني تحقق ولو هامش بسيط من أهداف شعبنا العظيم. نعم، بالعودة إليك أستاذ معتز، النظام الآن مع دول الجوار له طرقات مفتوحة وله معابر مفتوحة أيضا، لماذا يصر النظام وحلفائه وإن كانت تركيا أيضا على الجهة المقابلة تصر على فتح المعبر، لماذا هذا الإصرار على فتح أبو زندين بالتحديد؟ طبعا النظام السوري، أنا ذكرت كثيرا من قبل أن النظام السوري يمتلك أساسا حدودا مفتوحة إن كان مع الأردن أو مع لبنان أو مع العراق، ولديه مطارات تعمل ولديه موانئ. فبالتالي يعني ربط موضوع فتح معبر أبو زندين بإنقاذ النظام اقتصاديا أو النعش اقتصاديا يعني لا أرى حقيقة جزئية يعني منطقية في ظل السياق العام الموجود. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، فائدة النظام من فتح معبر أبو زندين هي لا شك أنه سيحقق فوائد تجارية واقتصادية ويهم هذا الأمر، لكن هو يعلم تماما بأنه بسبب بنيته الموجودة وأدواته الموجودة مقابل بنية المعارضة، عفوا اللا بنية الموجودة عند المعارضة ولا المعارضة ولا أدوات الموجودة عند المعارضة، فإنه سيستطيع أن يحقق خرقا سياسيا كبيرا في صفوف المعارضة. يعني يكفي حالة الشرذمة والتخبط بالرأي وغياب المسؤولية التامة وغياب يعني الجهة التي تتحدث وتفاوض باسم السوريين من طرف المعارضة السورية. هو هذا الانتصار السياسي لو حققه فقط لا كفى، لكن النظام يستطيع أن يحقق فوائد اقتصادية ويحقق فوائد سياسية إن كان على المستوى المحلي في خرق صفوف المعارضة السورية نفسها والتي هي صفوف أساسا متهالكة ومفككة، أو إن كان خرق سياسي على مستوى العلاقات مع تركيا ويعني إبداء مرونة كبيرة مع الحليف الروسي حليف النظام. للأسف من يعني بالجهة المقابلة يعني تجد المعارضة دائما مشرذمة، ما يسمى طبعا بالمعارضة السياسية مشرذمة، لا تملك قرارا، لا تملك واجهة، لا تستطيع أن تفكر يعني من شعبها، نيابة عن شعبها، لا تستطيع أن تنطلق من منطلقات وطنية أو من منطلقات محلية لتقرير موضوع مثلا المصيري مثل موضوع فتح معبر مع النظام أم لا. يعني للأسف، وأنا أتكلم هنا عن مصدر مطلع هو يعني أنبأني بشكل شخصي، بأن الأسبوع الماضي الاستخبارات التركية دعت قادة فصائل الجيش الوطني من أجل موضوع فتح المعبر،
والجميع وقع على موضوع فتح المعبر وبدون أي ضغوط باستثناء جهتين هم التوجيه المعنوي في الجيش الوطني والجبهة الشامية، أما باقي الفصائل ووزارة الدفاع والشرطة العسكرية وكل هذه التشكيلات كلها وقعت وبدون أي ضغط. وهذا للأسف هذه هي الكارثة الكبرى، يعني موضوع فتح المعبر أو إغلاق ولا ينطلق من منطلقات وطنية، بل حتى ولا ينطلق من منطلقات مصلحية فيها تغليب مصلحة ومفسدة، بل ينطلق حقيقة من ارتهان لأطراف خارجية. نعم أستاذ محمود، بالعودة إليك، ذكرت أن الفصائل العسكرية أو المؤسسات المدنية في الشمال مغلوب على أمرها أو ليس لها قرار فيما يتعلق بموضوع المعبر. الآن هل كل الفصائل تتفق على إعادة فتح المعبر؟ والأهالي الآن غاضبون، هناك احتجاجات، هناك اعتصامات، هل يمكن أن تؤتي هذه الاعتصامات أي ثمار؟ والله هو كلمة مؤسسات يعني هي بدها مراجعة كثير. على كل حال يعني إذا مسمى نعم سميها كما شئت أستاذ محمود، يعني المؤسسة بدها تكون صاحبة القرار، بدها تكون كذا. على كل حال ماني أنا بصدد تقييم عمله أو تقييم أدائه، نعم، بس على كل حال قضية التشرذم اللي عند الفصائل أو أنه عدم الوضوح حتى عندهم بأنه هن شو هدفهم، شو لهم مثلا أهداف مستقبلية، شو فهي الحالة أكيد يعني رح تنعكس على جمهور الثورة. جمهور الثورة يعني شلون كثير هلأ صار عنده حالة شلون بدي لك أنه هو حد ثقته بقيادات كان مفروض أنه يقود هذا جمهور نحو الأفضل، فشافوا حالهم بالأخير أنه حصلت مطالب إغلاق معبر أو فتح معبر. هو عن ناحية قلت لك القضية أكبر، تجاوزت قضية فتح معبر أو إغلاق معبر، القضية أنه عند الحالة النفسية أنه أنا طلعت بثورة عظيمة من أعظم الثورات على مستوى الشعوب، لا توصل فيني المرحلة أني ناقش فتح معبر وإغلاق معبر أو أنه دخول مساعدات. تلخصت الثورة بالمعبر كما يعني تختصر الثورة بهذا الشكل، فأكيد هي رح تساوي حالة غضب وغليان عند الشارع. ما ممكن نوقف الشارع بأنه والله بحالة سكون أو كذا، ممكن أنه كثير أمور يحسن يتجاوزها أو كذا، بس أما توصل المرحلة أنك توصل لهي المرحلة أكيد لا. والشعب هو الكلمة الأولى والأخيرة للشعب، والرهان الأول والأخير على الشعب. الشعب عارف طريقه، الشعب ما رح يرضى بأنصاف حلول ولا رح يرضى بالرجوع خطوة إلى الوراء أبدا. يعني نحن شفنا الحالات اللي السابقة يعني وأي تصريح لوزير خارجية أو كذا، فبتلاقي الرهان عم بيكون أو البوصلة هو الشعب. أنا هلا بالوقت الحاضر ما بحسن راهن على مؤسسات، هي تقريبا شبه مومياء سياسية أو مومياء بشكل كامل. يعني ما إذا بدي راهن مثلا على الائتلاف أو على هيئة تفاوض أو على حكومة مؤقتة أو كذا، وإذا لحد الآن بقضايا مفصلية كبيرة مثل هذه القضية ما سمعنا أي تصريح أو أي خطاب أو أي بيان لهم. طيب لكن بأنه قضايا بدي أنتظر منه يا شيخ؟ وبنفس الوقت هذا بينعكس كمان على حالة الفصائل للأسف. يعني طبعا نحن ما عم نحكي للتفاخر، للأسف نحن وصلنا هاي المرحلة. أما أنا بالنسبة لي رهاني الأول والأخير على الشعب. المعبر ممكن قلت لك انا يرجع بحاله اقتصاديه جيده على الشعب ممكن كذا، بس انه نحن قضيتنا ما قضيتنا والله نحن اقتصاد او امور ثانيه هيك، نحن قضيتنا انه نحن شو الحلول المستقبليه اللي بدنا نوصل لها. معقوله انه نحن كثوره سوريه عظيمه من اعظم الثورات على مستوى الشعوب نوصل للاسف انه نكون من أسوأ الثورات على مستوى التمثيل؟ مين اللي عم يمثلنا هلا؟ مين اللي بده يحكي باسمنا؟ لحد الآن ما شفنا أنه طلع أي شخصية معتبرة من الشخصيات اللي بتمثل الثورة السورية وحكت بهذا الأمر، شو فوائده، شو مضاره، شو كذا نهائيا. فأكيد بده يصير مثل ما تقول تزيد حالة الغليان عند جمهور الثورة، وجمهور الثورة مثل ما قلت لك عارف طريقهم، أكيد ما رح يرضى بأنصاف كله نهائيا. نعم أنتقل إليك أستاذ معتز، كيف يرى معتز ناصر إعادة فتح المعبر بقراءة للمساوئ والمحاسن؟ طبعا فتح المعبر من ناحية المحاسن على المستوى القصير المدى سيساهم في موضوع انعاش الاقتصاد، وسيساهم في موضوع مكافحة التهريب والتي هي يعني مشكلة كانت متعدية المسارات. هذا من الناحية قصيرة المدى، لكن من الناحية متوسطة المدى والبعيدة المدى فتح المعبر بهذه الطريقة يعني كقرار دول متدخلة في الشأن السوري وبعيدا عن أي واجهة سياسية سورية حقيقية تمثل الداخل السوري وتمثل يعني الجهات الوطنية الموجودة في سوريا، أنا أرى أنه يعني تحدي كبير بل وخطر كبير جدا يواجه
تواجه الثورة السورية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طريقة فتح المعبر والتي هي عبارة عن طريقة يعني ضرب بعرض الحائط بمشاعر السوريين وبمواقفهم السياسية وبآرائهم، استفزاز كبير جدا قد يعني ينتج عنه ردة فعل قاسية جدا أكثر من ردة الفعل التي رأيناها في انتفاضة الأول من تموز في الشهر الماضي. لذلك أنا أقول أن موضوع فتح المعبر أو إغلاقه، هذا القرار يجب أن يأتي ثانيا، أما أولا يجب أن يكون هناك مرجعية سياسية عسكرية إدارية واحدة تشمل كل المناطق الثورية في شمال غرب سوريا. هذه المرجعية تكون بسلطة الداخل وتنطلق في قراراتها المصيرية من مصلحة الثورة السورية بالدرجة الأولى مع مراعاة مصالح الحلفاء. لكن نحن يعني وجهة نظر مجردة تماما، يفترض أن تكون المناطق المحاصرة، يفترض أن تبحث لنفسها عن منافذ تجارية ومنافذ سكان حتى لا تعزل وحتى لا تحاصر. لكن هذه وجهة النظر المجردة يجب أن تسقط في سياق الواقع السياسي والواقع المحلي في شمال غرب سوريا، تحديدا مناطق ريف حلب. نعم، أختم معك أستاذ محمود الحمصي، أيضا قراءة لك كيف ترى إعادة فتح المعبر بين المساوئ والمحاسن. أنا قلت لك المحاسن ممكن تكون محاسن اقتصادية وتحسين الوضع الاقتصادي، ويخص التجار يعني من الضرائب الكبيرة اللي عم تنفرض، مو ضرائب حتى، هي أدوات لشبيحة النظام أو لبعض الأطراف، يعني هي أولا وأخيرا من ناحية الاقتصادية. بس أما هي المساوئ أنه وتيجي مثلا مثل بوتين هلأ بده يصدر نفسه أنه هو القادر على حل الإشكاليات المستعصية، وهو أنت بتعرف قديش عم بيعاني. وطبعا أنا قلت لك الخبر دائما بده ينحط بسياقه بشكل كامل، انه بوتين عم يصدر نفسه هلا انه والله هو القادر على حل الاشكاليات المستعصيه، بعكس امريكا اللي مثل ما تقول هي بتستثمر على حساب الحروب والازمات. وبنفس الوقت انه مثلا في يعني شلون انه مثلا انه هو عم يحاول قدر الامكان يكون له القرار الاول والاخير بشان الملف السوري، فبتطلع هيك انه عدوك يكون متحكم حتى بالقرار، فصعب كثير. وبنفس الوقت احنا الحليف التركي كمان له مصالحه بهذا الملف وله مصالحه الاقتصادية وغيرها، وقضية أنه التقارب ما بين الحليفين شأنهم هذا، لأنه مثل ما تقول في يعني ملفات شائكة هلأ ما ممكن أنه سرده بلقاء بسيط. هاي الملفات الشائكة تكون أنه مثلا جزء من حلولها حساب الشعب السوري، فيعني هاي الحالة المزعجة الأكبر بقضية فتح المعبر أو عدم فتح المعبر أو الأمور اللي تتعلق بالشأن السوري. يعني القضية بتكون قضية دولية أكثر من أنه شأن خاص سواء عند المعارضة أو عند النظام. نعم، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. لا يسعني في النهاية إلا أن أشكر ضيوفي الكرام لهذه الحلقة، سيد محمود الحمصي الناشط السياسي من مدينة إدلب، ومن مدينة عزاز المدون والناشط السياسي السيد معتز ناصر. شكرا جزيلا لكم على حضوركم، وشكرا موصول لكم أيضا أنتم متابعين الكرام على حسن المتابعة. يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع المقبل. السلام عليكم.